يعني خلينا نحكيها طق بطقو من الاخير بلغتنا العاميه، الناس ملت من وعود الحكومه في معالجه بؤر الارهاب، فبالتالي يعتقد بانه ذو الضحايا او ناس من اقربائهم او من اتباعهم او من عشيرتهم نفذوا هجوم مقابل على المنطقه التي يعتقد بانها انطلق الهجوم الارهابي منها ليله امس، وهذا يعني سيدخلنا في متاهه كبيره، قد نعود مع كل الاسف الى المربع الاول في محافظه ديالى، وتكون الناس متشائمه، الناس متخوفه حذره من ان نعود مره اخرى الى 2006 و2007 وحوادث الاقتتال الطائفي، وبالتالي سندخل في متاهه كبيره، ومع كل الاسف القيادات الامنيه والقيادات الحكوميه هي التي تتحمل مسؤوليه عدم معالجه هذه البؤر رغم انها معروفه منذ 2006 ولحد الان.